أولاً ما رأي يكون في سمديل الانخراط والترشيد إلى سن 40 سنة؟ ولماذا يفضل الشباب انخراط في الجمعيات ولا يفضل الأحزاب السياسية؟ وكيف يجب أن يكون خطة سياسي لإقناع الشباب اليوم خصوصاً بعد خيبة أمل التي سبقها التواصلات الماضية؟ وأخيراً في رأيي أن الأحزاب يجب أن تعالج أولاً الانشقاقات داخل الحزب قبل أن توجه هذا الرسالة إلى الشباب. شكراً. شكرا لك استاذ الدكتور.